بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي قوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا أنا أتي بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم.